السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات أفلامنا. هنتكلم عن فيلم اسمه أنا وأمي. فيلم أنا وأمي بدأ تصويره في عام 1957 وتعرض في شهر أغسطس عام 1960. كريمة وحيدة بعد انفصال والديها والتحقها بإحدى المدارس الداخلية، بتزداد مشاعر الحرمان والوحدة لدى كريمة مع مرور الأيام، وعندما تصل لسن البلوغ تقرر أن تعيش مع أمها التي تقودها لنفس الطريق الذي تسلكه، ومن ثم تعمل راقصة مثلها وتحاول إيقاع عشيق والدتها في حبها. فيلم أنا وأمي بطولة وتمثيل في مدرسة الاتحاد الداخلية للبنات بالهرم. بتعيش كريمة حسين اللي هي عواطف يوسف حائرة بين أبوين منفصلين. الأب حسين اللي هو نظيم شعراوي منشغل في ملذاته مع زوجته الجديدة سعاد هانم اللي هي زوزو ماضي، وبعيدا تماما عن ابنته لأنه زوجته بتكره أن يشاركها أحد في منزلها أو في زوجها. والأم هنا هي تحية كاريوكا، راقصة وممثلة عابسة ماجنة، فهي كل يوم مع شيق مختلف حيث تستقبلهم في منزلها، ولا تريد لابنتها أن تراها على هذا الحال، تريد إبعادها عن ذلك الطريق. لذلك تعاني كريمة في يوم أجازتها من المدرسة ولا تجد من يستقبلها، ولكن مديرة المدرسة اللي هي نعيمة وصفي أقنعت الأب بضرورة خروج كريمة في يوم أجازتها، فصاحبها معه رغم اعتراض زوجته. وفي منزل والدها لم تجد أي ترحيب، وشغلها ابن الجيران ماهر شاكر ماهر اللي هو ماهر العطار طالب بكلية الأداب، فاستجابت له لا هي. هربت كريمة من المدرسة ولم تجد مكانا تقضي فيه ليلتها، فقبض عليها البوليس وسلمها لأمها الراقص، ورفضت المدرسة عودتها، ورفض أبوها تسلمها، وخشيت جدتها لأمها اللي هي كانت سرية فخري أن ترعاها خوفا من أن يكون مصيرها مثل مصير أمها التي كانت جريئة جدا في شبابها. ولم تجد الرجل الذي يملأ عينيها أو الرجل الذي يكسر عينيها، وهكذا كان رأي الجدة. عاشت كريمة مع أمها ولمست الجو الفاسد الذي كانت الأم تحاول إبعادها عنه، فرقصت وارتدت ملابس أمها وحاولت تقلدها. ذهبت مع عاشقها رشدي اللي هو كان رشدي أباظة، راحوا اسكندرية وصحبت معاها كريمة اللي شهدت ما كان من لهو بين أمها وعاشقها. سافرت إلى دمشق لتصوير أحد الأفلام وعهدت بابنتها إلى آخر عشاقها رشدي الذي كان صاحب كباري وبلطجي ومهرب. قام رشدي بمصاحبة كريمة لزيارة حديقة الحيوان وحدائق حلوان ومشاهدة المتنزهات، ولكن كريمة كانت تريد فسحة تليق بامرأة وليس بفتاة صغيرة، فارتدت فستان سواري من ملابس أمها وذهبت إليه في الكباريه ورقصت له، مما أثار حفيظة عشيقة رشدي الأخرى رجاء
اللي هي كانت رجاء يوسف الراقصة بالكباريه. ذهب رجلي إلى كريمة في المنزل فقبلته بملابس كلها إغراء لأنها تريد أن تكون في نظري بالغة مثل أمها، فقام بافتراسها. وندمت كريمة على ما فقدته مبكرا. أراد رجلي تهريب كمية من المجوهرات فوضع المجوهرات في حقيبتها، ولكن رجاء الراقصة نبهتها فحاولت أن تسجل رجدي أنه صاحب المجوهرات، فاكتشف رجدي التسجيل واعتدى بالضرب عليها. فصارعت كريمة بسكين نحو رجدي ما بين إنقاذ أمها وبين الانتقام لشرفها، وطعنته طعنة قاتلة. فيلم أنا وأمي كان قصة موسى صبري، وسيناريو حوار وإخراج عباس كامل. فيلم أنا وأمي